بدي اسالك سؤال، انت ليش ماشي بالشارع؟ مشان اشتغل. يعني انت مثلا مش ماشي بالشارع لانه فيش ارصفه؟ لا. طب انت شايف انه في ارصفه عندنا؟ اه في. طب ليش ما بتمشي عليها؟ متاسفين. سؤال صغير، ليش ماشي على الشارع؟ بشتري اغراض. تشتري اغراض؟ طيب ما فيش رصيف مثلا تشتري منه اغراض؟ نعم. فيش رصيف؟ قطع. بدك تقطع؟ اه. طب انا شفتك ماشي باتجاه طولي مش باتجاه عرضي. مو بكير ماشي من هون، بدنا نقطع من هون. اها، طيب انت بالعاده بتستخدم الارصفه، بشوفنا ارصفه متاحه للمشي ولا ارصفه صعب الواحد يمشي عليها؟ لا متاحه. متاحه للمشي؟ اه. يلا. ماشي. شباب تعالوا هون. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. بدي اسالك سؤال، يعني في ارصفه، انت ليش ماشي على الشارع؟ مستعجل على المحاضره. مستعجل على المحاضره؟ طيب الرصيف كمان ما هو نفس مستوى الشارع، ليش ما تمشي على الرصيف؟ نمشي ان شاء الله. طب انت بتشوف انه في ارصفه مؤهله لنمشي عليها؟ طبعا في. طب شو رايك في المحلات اللي بتحط بضائعها على الرصيف؟ غلط منهم، فيش بلديه تسال عنهم، لازم البلديه تسال فيهم. طيب يعني انت برايك هذا سبب انه مرات بعض الناس بيمشوش على رصيف لانه في اغراض او في بضائع؟ لا خلص، انه الناس تعود يمشوا في الشارع. غلبك، كيف حالك؟ حياك الله. شو اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. سؤال بسيط، ليش انت ماشي بالشارع؟ ليش ماشي؟ رايح شغلي. طيب رايح شغلك، في مجال تمشي على رصيف وتروح على شغلك. طيب بس فيش رصيف، وين الرصيف تمشي عليه؟ طيب برايك المحلات اللي بتحط بضائعها على الرصيف، ايش بتفكر في هذا الموضوع؟ المفروض يشيلوا بضاعتهم ويحطوها جوا المحل عشان يكون مجال للمشاة انهم يمشوا على الرصيف. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. شو بسألك، شو رايك في الناس اللي بتمشي على الشارع؟ والله حالة حالة. الكل طفران مكعر، يعني وضع مش طبيعي ابد. طيب يعني برايك المحلات بتحملش مسؤولية انها بتحط اغراضها على الرصيف؟ بده يبيع. يعني محل زيها مثلا عنده ثلاجة عنده كذا، وين احط جوا؟ ما بزبط يعني. بالعكس انا مع المحلات. طيب برايك كمان انه المشي على الشارع هو ثقافي ولا لانه فيش ارصفة اصلا؟ يعني تطلع على الرصيف مثلا وساع، بس الناس هاي تطلع الناس وين ماشي بالشارع. طب وين السيارات تروح؟ السيارات مهزلة. طب انت بتمشي على الشارع؟ انا على الرصيف. حج صباح الخير. صباح الخير. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ بألف نعمة من رب العالمين. طب انت ليش يا حج ماشي على الشارع؟ ها؟ ليش ماشي على الشارع؟ يا الله، لاني انا اختيار، ما فيش حدا يعني بقدرش اطلع على الرصيف. اها. طيب برايك في ارصفة عندنا بتنمشي عليها ولا لا؟ شو هي؟ في ارصفة عندنا بنمشي عليها ولا لا؟ في والله يا عم بنمشي، ولا مالها الحمد لله هي موجودة الارصفة. بس انا ما يعني في شوية بضاعة عليها، مش مهم. بتحملوا الناس بعضهم لأن الأوقات انت شايف الاقتصاد تعبان والتاجر ما بصدقه، وشوف واحد يجي كله بدي كذا بدي كذا بدي كذا إلى آخره، صحيح ولا لا؟ الناس إن الله مع العبد ما دام العبد في عوني أخي. السلام عليكم ورحمة الله. واضح إنه المشي على الشارع هو له علاقة أولا بالثقافة، ثانيا له علاقة بوضع الرصيف، بمعنى انه في مدينة طول كرم تحديدا في ارصفة ضيقة وفي ارصفة واسعة وفي ارصفة عليها بضاعة، وكمان كل واحد زي ما لاحظنا له مبرره. على كل حال لازم نمشي على الرصيف لانه الرصيف هو اكثر امانا واكثر حضارة وثقافة. ايهاب ضميري لكاميرا السلام.